تحياتي للجميع. اليوم بدي فرجيكم كيف تغلفوا هدية مستديرة الشكل باحتراف. في كتير علب بسكوي أو شوكولا بنشتريها تاني هدية للناس وبيكون شكلها دائري من الصعب تغليفه بأناقة. بهالشريط رح علمكم كيف تغلفوا هدايا دائرية الشكل. أول شغلة بعملها بعد ما أكون زلت السعر عن هديتي، بقص الورقة اللي بدي أغلفها فيها على قياسها. إذا عندي هون ورقة أساسها مسبقا عن الجنب من المفروض انها تغلفها كليا، بحطها بالوسط هيك وبلف الورقة حولها وبثبتها باللاصق. بحاول قدر الامكان اني شدها لحتى ما خلي اي تجاعيد تتكون وتنزع الشكل. عند القاعدة والسطح لازم اترك فائض من الورق بشكل يوصل للمنتصف هيك من الطرفين يوصل للوسط. هالقياسات كتير مهمة لهيك تقنية من التغليف. ببلش إذن بتغليف الهدية أو بتدعيم تغليف الهدية من الجانب. طلع بعد وحدة برجع بغلف ناحية القاعدة. ببدأ مكان التقاء الورقتين بهالشكل، بعمل تانية، برجع بعمل شكل مثلث مثل ما شايفين هون وبتنيه ليصل للوسط. وبعمل حده مثلثات مماثلة بالشكل هيدا. ضل بمشي حاول قدر الامكان اني ما ضيع الترتيب. ضل كامش ضاغط باصبع ويمشي بنفس الطريقة حتى أوصل لنقطة البداية. وبحاول بالنهاية اختم بأرتب طريقة ممكنة بشكل حافظ على المنظر الجميل. وبدعمها باللاصق
برجع بعمل الطرف الثاني بنفس الطريقة. عن مكان التقاء الورقتين بوطي للوسط، بعمل مثلثات مثل ما شايفين، حط لها اللاصق بالشكل هذا. إذا حاولت لفها بأرتى الطريقة ممكنة. هلا بدي احط لها بعد ما غلفتها بدي لفها بشريط ملون حتى يزيدها جمالا. اخترت اللون الأحمر، ببلش من الوسط، حاستخدم لاصق مزدوج. هون في شغلة كتير مهمة، لحتى الغطي نقطة التقاء الورقتين هحط الشريط بهالشكل، حط اللاصق بالوسط. إذا بدي غطي هالعيب الموجود هون، بما انه شكل العلبة دائري حتى اضمن كمان انه الشريط ما يحرك، حادعمه بالوسط كمان هون، حط له لاصق وادعمه. حاول شده قدر الإمكان. عملت أول شريط، بضل في التاني بعمله بنفس الطريقة. حطله كمان لاصق بالوسط، شده قدر الإمكان. ما شايفين بالنهاية بتوجه بالوردة الحمراء الجميلة. بحط لاصق مزدوج بالوسط وبلصق الوردة الجميلة
هيك كون غلفت علبة الشوكولا المستديرة بأجمل طريقة ممكنة. مثل ما شايفين كيف ما مبرمة حلوة ما فيها عيوب. عندي هون نموذج تاني كمان بنفس الورق بس اخترت لون ذهبي كتير حلو كمان مع وردة ذهبية. اذا هيك بنغلف العلب المستديرة. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم وفيدتكم. لمشاهدة المزيد اضغطوا على الرابط اسفل هالشريط او فتشوا في اليوتيوب تحت إيها بلانت كلمة واحدة. ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء.